السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درس اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط عندي كتاب النشاط صفحة 82 يونت 5 مراجعة اليونت الخامس راوند أب يعني مراجعة لسن أند دراو لاينز يقول لك أصغي وأرسم الخطوط answer the question وجاوب على الأسئلة. جاسم أند رنا آر شوبينج إن أ بيج فود ستور. جاسم ورنا يتسوقون في مول أو نقول منجر كبير للطعام. They have to find food from other countries for homework. ويجب عليهم أن يجدوا الطعام من أقطار أخرى لواجب ينجزون الواجب البيتي. Where does the food come from؟ أين من أين الطعام يعني نقول أصلهن مين؟ عندنا هنا waiter الماء water الماء مين الوتر من هذا the UAE الوتر الماء من الإمارات العربية المتحدة. chicken الدجاج من العراق. rice الرز مين من الهند إنديا. paper الفلفل من إندونيسيا من إندونيسيا. sugar من شمال أمريكا نورث أمريكا. كوفي من جنوب أمريكا ساوث أمريكا. ستروبريس الفراولة من إسبان من إسبانيا. وصولت الملح من فرنسا. زين هذا مهم جدا. What have جاسم and رنا about خلي تك يقول لك جاسم ماذا قد اشترى جاسم ورنا خليك صراحة نخلي نحوط يعني خليت chicken اشترى رايس دجاج شوكار كوفي وستروبريز. وهذا يا ماماتي الثاني يقصد على اليمن على الإنشاء عن العراق اليونت الخامس اللي موجود كاتبته قوائم التشغيل إنشاء عن العراق اليونت الخامس.